مساء الخير جميعا واهلا بيكم في مصر الجديده. النهارده السبت 18 يناير 2014. مصر لديها دستور جديد استفتي عليه طبعا لانه مبني للمجهول يعني ابناء الشعب المصري. وظهرت النتيجه رسميا دلوقتي قبل ساعات قليله. اعلن المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة الرسمية بموافقة 98% ممن أدلوا بأصواتهم على تعديلات الدستور الجديد دستور 2014. والحقيقة الأرقام الرسمية اللي عندي نسبة المشاركة بلغت هذه المرة 38.6%، يعني حوالي كده 20 مليون مصري قالوا نعم للدستور الجديد دستور 2014. والسؤال اللي برنامج مصر الجديدة بيطرحه النهاردة: ماذا بعد الدستور؟ يعني دلوقتي بقى فيه شرعية جديدة، بقى فيه شرعية دستورية، بقى فيه رسالة واضحة للعالم الخارجي، بقى فيه تأسيس لبناء الدولة الجديدة أو بناء مصر الجديدة، أول خطوة من خطوات خارطة المستقبل أو خارطة الطريق يعقبها خطوات أخرى زي البرلمان والرئاسة. ربما يطلع علينا الرئيس المستشار عدلي منصور بكرة إن شاء الله في كلمة يهنئ الشعب المصري على نتيجة الاستفتاء وعلى المشاركة يعني عايز أقول التصويت بنعم على الدستور كبادرة للتقدم نحو المستقبل، ويعلن ربما بعد الحوارات المجتمعية اللي شاركت فيها مؤسسة الرئاسة مع شرائح كثيرة من شرائح الشعب المصري، ربما يعني المصادر اللي كلمنا معاها بترجح أن يكون قرار الرئاسة أن تكون تكون انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية، وده بعكس زي ما انتوا عارفين ما نصت عليه خارطة المستقبل. النهاردة برنامج مصر الجديدة حواراته هتبقى طبعا من خلال تغطيات المراسلين المنتشرين في مواقع الأحداث، وهنتكلم مع الناس ومع الأسر المصرية ومع المواطن المصري حول يعني رد فعله بشأن نتائج الاستفتاء على الدستور. وأيضا هنتحاور مع ضيوفنا في الاستوديو، هقول لكم بعد شوية. إنما من ضمن التغطيات: ماذا بعد نعم على الدستور الرئاسية في مارس والبرلمانية في يونيو؟ دي المعلومات اللي عندنا. أهالي مدينة نصر الحقيقة بيجيبوا على سؤال البرنامج اللي هتطرحه مراسلتنا لميس سلامة: ماذا بعد نعم على الدستور؟ ايه الخطوة اللي جاية؟ من مدينة نصر هنروح لمنطقة فيصل بالهرم. محمد حكيم قاعد اهو على قهوة في منطقة فيصل مع مجموعة من الاهالي، وهيسألهم نفس السؤال: ماذا تتوقعون؟ يا ترى ايه اللي هيحصل بعد نعم على الدستور؟ يا ترى دي يعني نهاية الطريق ولا بدايته؟ محمد حكيم ولميس سلامة هيكلموا الاهالي بعد شوية. مصر الجديدة كمان في قلب ثلاث أماكن مشتعلة للغاية: الألف مسكن، وزي ما احنا عارفين كان في ما يشبه بالحرب ما بين الإخوان والأهالي، وبكل أسف تم حرق منازل وسيارات وتم إسالة الدماء. طلع من الشغل امبارح ضربوه بالنار، الرصاصه طالعه من رجله من ورا، داخله من قدام داخله من ورا، كسر له العظمه بتاعت رجله خالص. البرنامج هيروح من الالف مسكن لبين السرايات في الجيزه جنب جامعه القاهره، للناس اللي ما تعرفش الكر والفر ما بين طلاب الاخوان بجامعه القاهره والامن، وحاله من الرعب تسود بين الاهالي. الصف كله تابعي من بين السرايات، ما انا عارف حالتهم، حاله ده وحاله ده وحاله ده وحاله ده، وحالتي انا ما انا اهو واقف اهو، في الدنيا زحمه بره ازاي وانا مفيش حد بيصور عني.
ايضا هنروح بعد بين السرايات للحي السادس في مدينه نصر. معارك مستمره على حدود مدينه نصر ما بين طلاب جامعه الازهر وقوات الامن، طلاب اخوان وجامعه في جامعه الازهر وما بين القوات المكلفه بتامين هذه المنطقه. طلعت بوكس بتاع الداخليه، فقمت مطلع الطفايه وقلت الحق اللي بوكس اطفيه. لقينا بعد كده بدأوا يضربوا جامد من جوه، ولقينا في حاجه زي الكوره خارجه بكميه دفع غير عاديه وطايره، يعني تحس ان في صاروخ خارج. ضربت في بطني هنا في الحته ديت، وبعد ما وقعت ببص عليها لقيتها من قوتها طلعت الدور الخامس. مراسلتنا رضوى رحيم راحت المنصوره النهارده محافظه الدقهليه، والتقت بعد 10 ايام من خطفه بالقيادي العمالي المحرر من قبضه الخاطفين في سيناء محمد الجندي، اللي قال لها كنت حاسس اني مش راجع تاني وان السيسي رعب الخاطفين. احنا جماعه انصار بيت المقدس وبنعلن مسؤوليتنا ان اخطفكم، تمام؟ والكلام نزعناه في بيان رسمي، وانتم معانا هنا يومين لحد ما انطلقوا فوق. فقلت له فوق فين؟ قال لي فوق عند الشيخ. يعني ايه الشيخ ديت؟ قال لي بكره تعرف، بس احنا مهمتنا ان احنا نسلمكم فوق. عرفت معنى كده كلمه فوق دي؟ انها غزه. طيب على كل حال النهارده هيبقى عندي كمان حوار مهم جدا مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي بشان موضوع حل مجلس الاداره وتحويله لنيابه الاموال العامه، ثم الغاء هذا القرار من قبل الدكتور حازم الببلاوي، القرار اتخذ من قبل طاهر ابو زيد وزير الرياضه الساعه 3 عصرا وتم الغائه حوالي الساعه 8. ايه الحكايه وايه الاسرار وايه الكواليس؟ هيبقى معايا خالد الدرندلي وهو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أيضا بعد قليل هينضم لي المحامي الدولي المعروف الأستاذ خالد أبو بكر للمشاركة في برنامج مصر الجديدة.